السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتحدث عن إذا الشمس كورت، وأيضا الآية الكريمة وجمع الشمس والقمر. يقول في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. هذا في صحيح البخاري. إيش يعني مكوران؟ يعني أنه الشمس والقمر يجتمعان فيصبح كرة واحدة، وهذا أيضا نجده في قوله سبحانه وتعالى: وجمع الشمس والقمر. وقوله هذا من تفسير الطبري، وقوله وجمع الشمس والقمر يقول تعالى ذكره: وجمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء فلا ضوء لواحد منهما. وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر لي: وجمع بين الشمس والقمر، وقيل إنهم يجمعان ثم يكوران، يعني بيصير جمع بين الشمس والقمر ويصبح كرة واحدة. هذا معنى الآية، وهذا تفسير القرآن بالقرآن: إذا الشمس كورت وجمع الشمس والقمر. يقول: لما ذكرت من أن معناه جمع بينهما، وكان بعض نحوي الكوفة يقول إنما قيل وجمع على مذهب وجمع النوران، كأنه قيل وجمع الضياءان، وهذا قول الكسائي، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. إذن من هذه الآية وجمع الشمس والقمر، من الآية الأخرى إذا الشمس كورت كما أنت ترى على الشاشة أمامك، إذن نستخلص أنه يوم القيامة يجمع بين الشمس والقمر ويصبح كرة واحدة، وهذا ما نسميه في علم الفيزياء الفلكية عندما تتحول شمسنا إلى ما يسمى بالعملاق الأحمر Red Giant، وهذا مثبت علميا بالرصد الكوني من خلال رصد نجوم لها نفس كتلة شمسنا، أنها بعد أن تنتهي من الحالة التي هي عليها التي تسمى المين سيكونس أو المرحلة الرئيسية للشمس، فهي الآن في حالة مين سيكونس، هي الآن في حالة تسمى المين سيكونس، يعني المرحلة الرئيسية. وعندما تستنفذ الوقود الهيدروجيني في لب الشمس تبدأ الشمس بإشعال طبقات أعلى من اللب، فهذا يؤدي إلى اتساع الشمس حتى يصبح قطر الشمس في حالة العملاق الأحمر حوالي 300 مليون كيلو متر، وهذا سيؤدي إلى ابتلاع القمر، فيجمع بين الشمس والقمر كما قال القرآن الكريم. وهذا تم معرفته من خلال وصد نجوم لها نفس كتلة شمسنا في مراحل مختلفة. الآن هذا الفيديو يعني مجمل، الآن التفصيل العلمي سيأتي في الفيديوهات القادمة إن شاء الله لما قلناه، ولكن هذا يعني بشكل مجمل ماذا وصلنا إليه في علم الفلك والفيزياء الفلكية وما ذكر في القرآن الكريم. سبحان الله،
من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن في المستقبل البعيد سوف يجمع بين الشمس والقمر، إذا الشمس كورت، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة كما جاء في الحديث في البخاري، فمن الذي أخبره هذه المعلومات الغيبية المستقبلية التي تم إثباتها في علم الفيزياء الفلكية؟ فسبحان الله. ولكن نختم كلامنا بقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى كفى بالله شهيدا، لقد أقام الحج على العباد بهذه الآيات الكونية والقرآنية، إلا من لم يصله هذا العلم فالله عز وجل أعلم بحاله. وهؤلاء قد يدخلون في أهل الفتوى إذا لم تصله الرسالة، أما من وصلته الرسالة وأقيمت عليه الحجة فإما يكون هذا العلم حجة له أو حجة عليه. وأكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، لا تنسونا من صالح دعاءكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.